إذا كنت عايز تمشي في سكة وتوصل قل له يا رب ما مشيش لوحدي أبدا، يا ما مشيت لوحدي وضعت في الطريق، إن ما كنتش تمشي معايا أنا مش ماشي. أنا قاعد لك مش هتحرك إلا لو أنت خدتني معاك ومشيت رجلي على رجلك وإيدي على إيدك وما مشيش من غيرك. ده الكلام اللي بيعمله ربنا، بينقذ الناس في السكة. صدقوني انتوا ربما بتحسوا بالتجارب اللي ربنا بينقذكم منها بس، لكن ده في تجارب كانت جايالكم في السكة وهو منحها قبل ما توصل وانتوا ما تعرفوهاش. انت بتعرف التدبير اللي ربنا انقذك منه، لكن التدابير اللي كانت بتتعمل وربنا أفسدها وضيعها قبل ما توصل دي كتيرة جدا. ده احنا نشكر ربنا على الخفيات والظاهرات، زي ما هو بيدينا أجر على الإحسانات اللي بنعملها الخفيات والظاهرات، احنا نشكره برضو على إحساناته الخفية والظاهرة اللي بنشوفها وما بنشوفهاش. ولو كنت ضعيف القوة ربنا بيديها لك، هو الله القوي. إن كنت خاطي هو اللي بيطهرك، ده احنا بنقوله في القداس طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. الغلطة إن واحد يقول له شوف يا رب ندر أندره أمامك إن أنا أعيش طاهر، طب وإنت قدها؟ قدها عشان تقول الكلام ده؟ نادر قدامك ان انا اعيش طاهر، طب قول طهر نفوسك، قول له يا رب طهرني، اديني الطهاره من عندك، ادهاني هبه مجانيه من عندك انا مش قادر عليها، ادهاني انت. طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا. تقول له انا يا رب عهد امامك ان انا اتوب على الخطيه دي، هو انت قدها؟ ما جايز انت مش قدها. لكن يجي بقى الكتاب يقول ايه؟ توبني يا رب فأتوب. انت اللي تتوبني، انت اللي تتوبني، مش انا اللي اعاهدك بان انا اتوب. توبني يا رب فأتوب، انت اللي تنضح علي بزوفاك فأطهر، وانت اللي تغسلني فأبيض اكثر من السلب. هو انا هقدر على الخطية؟ ما كنت أقدر عليها امبارح وأول امبارح والسنة اللي فاتت. وأنا هقدر على طباعي؟ ما هي ثابتة فيا. وأنا أقدر على الخطايا اللي بكررها في كل اعتراف؟ ما كل مرة بقولها وأتوب وعيط قصاد أبونا أقول له خلاص يا أبونا خلاص، ده أنا مكسوف من نفسي قصادك، وبعد ما انكسف من نفسي قصاده أروح أعملها تاني. فأنت تقول له أنت يا رب اللي تديني النعمة من عندك وانت اللي تقوم بالعمل كله. ده داود يقول له في المزمور 50 يقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. مش بس الطهر ده تخلق، يعني كأني ما عنديش حاجة خالص وانت هتخلق لي قلب من اول وجديد. قلبا جديد نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدته في احشائي. الله، مين اللي هيجدد الروح المستقيم؟ هو انت. وانت فكرك يعني بتديني وصايا وانا بتاع تنفيذ وصايا؟ ده انا من غيرك ما اقدرش انفذ. مش بتقول بدوني لا تقدرون؟ اهو انا ينطبق علي بدوني لا تقدرون.